صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، في صباح جديد نجدد فيه تواصلنا ودردشتنا معكم. هذه الدردشة الصباحية اللي نمتعكم فيها إن شاء الله من خلال مواضيعنا لهذه الحلقة. صباح الخير يا عمر. صبحت الله بالخير يا عائشة. الله يحييك. صباح الثلاثاء، منتصف الأسبوع دائما يكون مختلف معنا، وأيضا نتكلم عن كل ما هو صحي ومفيد إن شاء الله. أكيد نصبح عليكم مشاهدينا بصباح الصحة والعافية وراحة البال والسعادة، مثل ما عودناكم في كل ثلاثاء تكون حلقتنا مميزة بفقراتنا الصحية اللي نتمناها أيضا تفيدكم في كل صباح. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تعودتم دائما نبدأ صباحنا اليوم مثل ما عودناكم بعناوين حلقتنا لهذا الصباح. الأنيميا المنجلية وأسبابها وأعراضها. كن واحدا من أبطال الصحراء في مهرجان الشارقة للرياضات الصحراوية. اقرب واقرأ فعالية على حديقة الشاطئ. ومن بعد ما تعرفنا على أهم عناويننا لهذا الصباح، ننتقل إلى فقرة الصحف المحلية ونشوف ما في جعبتها من أخبار محلية. وأول خبر عندنا من صحيفة الخليج. طبعا في صحيفة الخليج في خبر جميل جدا لمحبي الشعر ومهتمي الشعر، طبعا الخبر في الصفحة الخامسة. إذن الخبر بعنوان كرم الفائزين بجائزة المهرجان في دورته الثامنة، سلطان يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي 16. الشعراء يشيدون بدعم حاكم الشارقة وتكريمه لمبدعي العربية والأدب. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس انطلاق فعاليات الدورة 16 بمهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة بمشاركة 30 شاعرا وشاعرة من 17 دولة عربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من يناير. بدأت مجريات الحفل بوصول راعي الحفل إلى قصر الثقافة بالشارقة، حيث كان استقبال سموه لدى وصوله الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري بالشارقة، و عدد من كان في هذا الحفل. إذن كانت أولى فعاليات الحفل قصيدة مهداة إلى بيوت الشعر في الوطن العربي من إنتاج تلفزيون الشارقة للشاعر رعد أمان، تحدثت عن جهود الشارقة في دعم الآداب العربية في مختلف مجالاتها والأثر الذي أحدثته بيوت الشعر في المدن العربية المختلفة، ليقدم بعدها مجموعة من شعراء قصيدة مشتركة مهداة من بيوت الشعر إلى الشارقة، عبروا فيها عن شكرهم العميق لصاحب السمو حاكم الشارقة على إسهامه في دعم الشعر والشعراء في الوطن العربي من خلال بيوت الشعر العربي، وبدأها الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة. كان هناك في هذا المهرجان يعني عدة أشعار قدمت من شعراء بارزين مثل عبد العزيز الهمامي من بيت الشعر في القيروان بتونس، وكذلك كما ذكرت في السابق الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وكذلك الشاعرة فاطمة عكاشة والشاعر حسن عامر من بيت الشعر في الأقصر بجمهورية مصر العربية، وكذلك الشاعرة هاجر عمر وداود التيجاني من بيت الشعر في نواكشوط بموريتانيا، وكذلك مباركة بنت البراء هذه شاعرة شاركت فيها كذلك هذا الشعر، وتاج السر من بيت الشعر أسامة تاج السر من بيت الشعر في الخرطوم بالسودان، وابتهال مصطفى من بيت ابتهال مصطفى، وكذلك عدد من الشعراء الذين شاركوا في هذا المهرجان. إذن من بعد إلقاء هذه القصائد الجميلة من الشعراء المشاركين في هذا المهرجان، دعا بعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالتفضل بتكريم شخصيتي المهرجان لهذا العام، كل من الشاعرين كريم معتوق من الإمارات والدكتور نور الدين صمود من تونس بجائزة الشارقة للشعر العربي في دورتهما الثامنة لدورها الفاعل في الساحة الشعرية العربية وأثر إبداعهما الشعري على الساحة الأدبية والفكرية. ما شاء الله، مثل هذه المهرجانات الشعرية يعني تضيف كثير من الموروث الشعري والمخزون الشعري لدى العرب. بالفعل لدينا في الوطن العربي طاقات شعرية
صحيح. جميلة جدا، يعني من إن أتينا إلى العصر الجاهلي إلى الآن فهناك طاقات شعرية جميلة برزت فيها الساحة الشعرية. كذلك الشعر يختلف، وكل زمان مثل يقول لكل زمان رجالة، وكذلك لكل زمان شعارة، يعني فالشعر صحيح. اختلف الآن مع الشعر الحديث. أكيد، وأيضا أنت عاشة مهتمة وقارئة للشعر، فبالتالي أظن هذا جانب يستهويك ممكن يكون من اهتماماتك، فبالتالي هذا المهرجان يأتي بثمار جدا جميلة لكل من يهتم وأيضا لكل محبين هذا الشعر العربي بالتأكيد. وهنيئا لنا بهذا القائد وبهذا الحاكم اللي طبعا يهتم بكل ما هو جميل وأيضا يعبر عن الفن الحقيقي، فبالتالي الشعر العربي بالتأكيد بمشاركة الجميع من مختلف الدول العربية هي بحد ذاتها نجاح وأيضا استكمال لمسيرة هذا الشعر بطريقته الصحيحة، وأيضا أخذ الطريقة والخبرة من كل من يشارك في طبعا هذا المهرجان، وبالتأكيد هم هامات يعتبرون في مجال الشعر. نعم، بالنسبة لمثل هذه المهرجانات الشعرية مشاهدينا الكرام تضفي وتنشط الحركة الشعرية في الوطن العربي. صحيح. فهذه الأمور جميلة جدا، تخرج وتخرج لنا شعراء جدد يعني يستلهمون أشعارهم كذلك من هذه الحركات الشعرية الرائعة. صحيح، أنت قارئة للشعر عاشة. نعم. ولكن هل جربتي أنت تكتبين بعض الأبيات؟ أنا قارئة ومتذوقة فلست بشاعرة. يا سلام. جميل. إذن مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين في قراءتنا للأخبار في الصحف المحلية، وما زلنا في صحيفة الخليج، وهناك خبر آخر يقول صراف آلي لذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين. دشنا مصرف الشارقة الإسلامي بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية صباح أمس جهاز آلي، جهاز صراف آلي والأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويخدم هذا الجهاز ذوي الإعاقة الحركية، عفوا ترى القراءة عندي شوية ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين وضعاف النظر، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وسعي المدينة لدمج ذوي الإعاقة مع المجتمع بدعم من المصرف. إذن كان المصرف دشن أول صراف آلي لذوي الإعاقة الحركية عام 2008 في نادي الشارقة للمعاقين، وبعدها أول صراف آلي ذوي الإعاقة البصرية في عام 2012 في جمعية الإمارات للمعاقين بصريا. يوضح وليد العموي رئيس القنوات الإلكترونية في المصرف أن ميزة الصراف الجديد أنه يعتبر مزدوجا، ويقول مع هذا الجهاز دخلنا في تقنية الأجهزة الاعتيادية للمعاقين، فالجهاز يخدم ذوي الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية وأيضا الذين يعانون من ضعف النظر، كما يمكن للأشخاص العاديين استخدامه دون أن يلحظوا أي فرق. ويؤكد أن الجهاز يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن فريق العمل في المصرف واجه الكثير من الصعوبات في العمل على توفير كل الخدمات والمواصفات المطلوبة في الجهاز، إلا أنهم استطاعوا في النهاية من تتويج هذا العمل بتقديم هذا النموذج الذي يخدم فئات متعددة ومختلفة في الوقت نفسه بغاية إلغاء الحواجز بين ذوي الإعاقة وغيرهم. يا سلام يا سلام، جدا جميل، يعني فعلا لما لاحظ هذا الاهتمام الكبير بذوي الإعاقة، هم بالتأكيد فئة جدا مهمة بأن نحن نشوف شو احتياجاتهم، شو اللي ينقصهم، وبالتالي نشتغل على توفير هذه الاحتياجات بطريقة جميلة وإبداعية، فبالتالي نحن يدا بيد مع هذه الأعمال، مع هذه المبادرات أيضا لتسهيل أمورهم بطريقة جدا جميلة. نعم، كما ذكر رئيس القنوات الإلكترونية في المصرف بأن هذا الجهاز يعني اللي يستخدمه ما راح يحس إنه بالفعل هذا جهاز لأصحاب الهمم أو لذوي الإعاقة، لأن بالفعل ما راح يكون في اختلاف أبدا، لكن يستخدم من جميع شرائح المجتمع. ممتاز، فبالتالي طبعا مشكورين على هذه الجهود اللي طبعا قدموها للاهتمام وأيضا لوجود مثل هذه الصرافات الآلية لخدمة فئة ذوي الإعاقة. نعم، هذا ما كان لدي عمر، ماذا بجعبتك؟ طبعا اليوم عاش نحن راح نتجول ما بين كل الصحف المحلية لهذا الصباح، وبالتأكيد ننتقي دائما أبرز العناوين لمشاهدينا الكرام. اليوم عنوان الأول مثل ما ذكرنا لكم من صحيفة الإمارات اليوم، والعنوان يقول القلب الكبير تنشئ ثانوية للصم في فلسطين بكلفة 2.5 مليون دولار. أما في تفاصيل هذا العنوان مشاهدينا، وقعت مؤسسة القلب الكبير المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم
وأيضا تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها اتفاقية مع مؤسسة التعاون الفلسطينية لإنشاء أول مدرسة ثانوية للصم في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وتبلغ كلفتها 2.5 مليون دولار، وأيضا هي مساهمة منها في رفع مستوى التعليم الأكاديمي لهذه الفئة وتمكينها من توفير الحياة الكريمة لأسرها في المستقبل، وأيضا في مواصلة منها لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة مختلف الفئات وأيضا الفئات الاجتماعية في فلسطين. طبعا تم اختيار تسمية للمدرسة بالقلب الكبير، وأيضا اختيار مدينة قلقيلية نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به هذه المدينة، حيث تعتبر أيضا نقطة التقاء بين كل المدن الفلسطينية من جنوبها وغربها وشمالها، وهو ما يسهل الوصول إليها من قبل الصم الذين يتجاوز عددهم 45,000 من مختلف الفئات العمرية في الضفة الغربية، والذي أيضا من المتوقع أن تخدم المدرسة شريحة واسعة منهم. طبعا سيقوم المشروع على مساحة 2000 متر مربع، ويضم مدرسة ثانوية وسكنا داخليا يستخدمان للصم من الفئة العمرية طبعا بين 5 إلى 18 عاما في جميع المدن والمحافظات الفلسطينية، وأيضا ستتضمن جميع المرافق اللازمة وأيضا للتعليم والرعاية والتأهيل. كذلك أكد مدير مؤسسة القلب الكبير مريم الحمادي أن أهمية المشروع تكمن في أنه يفتح آفاقا جديدة أمام فئة الصم، بحيث لا يمنحهم فرصة للحصول على التعليم الأكاديمي خلال المرحلة الأساسية فقط كما كان الحال سابقا، وإنما يتيح لهم فرصة لمواصلة الدراسة حتى المرحلة الثانوية وتشجيعهم أيضا على استمرار التعليم المهني أو الجامعي مستقبلا من أجل خدمة مجتمعهم ووطنهم والمشاركة الفاعلة في التنمية للوصول إلى حياة أفضل. فلذلك مشاهدينا نرى أيضا الاهتمام من مؤسسة القلب الكبير لإنشاء هذه المدرسة تحت مسمى مدرسة القلب الكبير في طبعا فلسطين، فبالتالي طبعا الاستفادة من هذه المدرسة من قبل فئة الصم هو شيء جدا مهم، وأيضا استكمالهم لمراحل التعليم إن كانت الثانوية أو حتى الجامعية هو أيضا من اهتمامات دولة الإمارات وإمارة الشارقة وجميع المؤسسات المعنية. لذلك أيضا تتوفر في هذه المدارس مثل ما ذكرنا في هذا الخبر عدد من المرافق وأيضا المساكن اللي ممكن يستفيدون منها كل منتسبين هذه المدرسة. نعم. عبر مثل هذه المنشآت والمرافق الجميلة التي تقام في خارج الإمارات من أجل يعني حفظ كينونة الأسرة، صحيح، ومن أجل الحفاظ على التكوين، وكذلك من أجل الحفاظ على يعني اللحمة العربية، هنا تكون مبادرات جميلة جدا من أجل مساعدة المحتاجين، وكذلك فعلا هذه مبادرة جميلة للصم ومدرسة ثانوية مخصصة للصم. إذن كل الشكر للقيادة الرشيدة وكل الشكر لمؤسسة القلب الكبير على هذه المبادرة السامية. صحيح. أما انتقالنا عاش الآن وأيضا مشاهدينا إلى صحيفة الاتحاد، وخبرنا التالي: محطات ضخ متنقلة وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بلدية الشارقة تدشن السد للتعامل السريع مع طوارئ الفيضانات. أما في تفاصيل هذا العنوان مشاهدينا الكرام، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تدشين 3 محطات ضخ متنقلة تحت مسمى السد، وأيضا هي الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حفل أقيم بجزيرة العلم بالشارقة أمس، طبعا تعزز بذلك قدرتها وجاهزيتها في التعامل السريع مع حالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات وتجمعات الأمطار الغزيرة. والسد عبارة عن شاحنة معدلة ومجهزة بمضخة ذات تدفق سريع، ويمكن قيادتها مباشرة إلى المناطق المتضررة مع تجمعات المياه، والتي أيضا يصل فيها منسوب المياه إلى 1.5 متر، وهيكلها لا يتضرر بالمياه لأنه مطلي بنوع خاص من الطلاء المقاوم للمياه، ويتحمل أيضا الظروف المناخية الصعبة. ويمكن للمحطة الواحدة سحب نحو 2 مليون لتر مكعب من المياه في الساعة الواحدة، وحيث تحتوي على 3 نقاط شفط لطبعا تجميع أكبر كمية من المياه في أقصر وقت ممكن، إضافة إلى فتحات التجميع المتعددة لسحب المياه من المناطق المتضررة والسيطرة على الأوضاع بأسرع وقت. لذلك هذا التعزيز أيضا يأتي من شاحنة السد هي للفيضانات وأيضا لتجمعات مياه الأمطار،
فبالتالي هو شيء أيضا جدا جميل بأن نلاحظ التطورات تأتي في إمارة الشارقة، وبلدية الشارقة أيضا تأتي بكل ما هو جديد للمساهمة بالمنظر الحضاري لإمارة الشارقة. كذلك تطوير البنية التحتية فعلاً. يا عمر، يعني بالفعل بالأمس كانت هناك أمطار فرحة في الشارقة والإمارات المجاورة لإمارة الشارقة لسقوط زخات جميلة من الأمطار. أكيد. هذه الأمطار بالفعل يعني زخات وقعت على الأرض عمت الفرحة في جميع أرجاء الإمارة. طبعا هذه الأجواء عشان احنا نستمتع فيها في كل فصل من الشتاء، يعني نلاحظ الاستعداد من الأسر بأنهم يتجمعون. تلاحظين فصل الشتاء بالذات يخلق جو حميمي ما بين الأسرة، حتى تشوفين متجمعون في البر بمناطق جميلة سياحية في إمارة الشارقة مثل منطقة البداير ومليحة وغيرها من المناطق الجميلة اللي نحن نستمتع بوجودنا في هذه المناطق. فبالتالي نتمنى السعادة للجميع بأنهم يقضون أيضا فصل الشتاء بكل ما هو جميل ومفيد لهم أيضا. إذا ماذا لدينا الآن يا عمر؟ الآن يا عاشا ننتقل إلى فقرة الطقس وأيضا نتعرف على درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا لهذا الصباح في المنطقة الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة. خلونا نتابع. إذن مشاهدينا مثل ما شفنا معكم درجات الحرارة وحالة الطقس خلال هذا الصباح، الأجواء جميلة وباردة، وأيضا هناك توقع لسقوط الأمطار في إمارة أبوظبي وغيرها من الإمارات في دولتنا الحبيبة. فبالتالي أجواء جميلة أتمنىها تكون أيضا سعيدة على الجميع إن شاء الله. أما الآن يا عاشا ننتقل إلى موضوع نقاشنا لهذا الصباح، وأيضا الموضوع راح يكون عن القراءة. طبعا عاشا كونك أنت أحد محبين وأيضا الحريصة على مواظبتك لقراءة الكتب من مختلف المجالات، أنا ما أعتقد أنت من محبين التاريخ والشعر مثل ما ذكرنا سابقا، فكيف ممكن احنا نغرس حب القراءة في نفوس أطفالنا من الصغر؟ نعم، بالنسبة للقراءة يعني هذا بالنسبة كتجربة شخصية، القراءة يجب أن تكون إذا دعم من الأهل بداية العمر بجانب حب القراءة، إذا كان في حد من العائلة مطلع أو ربما تكون العائلة يعني كوضعي أنا كأسرتي مثلا الأم كانت لا تقرأ والأب لا يقرأ، لكن تعلمت هذا الشيء من المدرسة. يا سلام. بالفعل المدرسة تحفز إذا كان الطالب عنده يعني قابل للقراءة فالمدرسة راح تحفز هذا الشيء، إذا كان بالفعل الأستاذ أو المعلم في هذا الموقف أخذ بهذا الطالب ومسك بإيده وجعل أنه قارئ ومحب للقراءة. ممتاز. هذا يمكن يكون بالسابق ولكن أعتقد في هذا الجيل عاش القدوة هي شيء جدا مهم، فبالتالي الأب والأم أو كل ولي أمر هو لازم يكون حريص على القراءة عسبة يقدر ينقل هذا الشيء بشكل غير مباشر لأبنائه. يعني الحين الأبناء باختصار أصبحوا مقلدين لأبائهم وأمهاتهم، شو أبوه بيسوي شو أمه بتسوي بيروحوا بيسوي شراته. لو بتشوفين الأم ماسك كتاب وتقرأ في أوقات معينة بتشوفين الطفل نفس الشيء، خذ كتاب يقلد الأم ويلس حذالها وقام، حتى لو ما يلس يقرأ أو مو بعرف يقرأ ولكن هو قاعد يحاول أنه يقلد. فبالتالي هذا الشيء هو شيء جدا مهم بأن نحن نضع الأساس، وهذا هو الأساس بأن نحن نحرص على نقل هذه الصورة بذهن الطفل بالطريقة اللي هو يبغيها. يعني هو اللي شكل هذه الصورة من نفسه، نحن ما قلنا له أنت لازم تسوي كذا وكذا وكذا، نحن علمناه من خلال اتباعنا نحن لهذا الشيء وأيضا لأهميته. موضوع الطفل أبدا لا
تجبر على شيء فعلا. ولا تقول له اعمل او قم، لان موضوع ان اعمل راح يعمل او راح يصير شيء معاكس جدا طبعا. انت مارس هذا الشيء قدامه ومارس هذه الهوايات قدامه، راح من المؤكد راح يكون الابناء مثل الاب ومثل الام بالمؤكد. صحيح، واكيد عام القراءه اتى بثمار جدا جميله عاشه، وايضا زاد من نسبه القارئين في دوله الامارات، وهذا شيء جدا جيد. وايضا الاستمراريه بالقراءه هو الاهم، وهذه ايضا مسؤوليه اولياء الامور ومسؤولية أيضا المعلم والمدرسة. نعم، إذا من القراءة بالفعل القراءة تنير العقول. صحيح. وكذلك تجعل الإنسان مستنير بفكره وأكثر فهم لما يدور حوله. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فاصل قصير، ومن بعد هذا الفاصل نكمل ما تبقى من برنامج صباح الشرقية، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل لاستكمال رحلتنا الصباحية من صباح الشرقية لهذا اليوم. مشاهدينا، يعد مرض الأنيميا المنجلية أو فقر الدم المنجلي من أمراض الدم التي تسبب خللاً في كريات الدم، مما يؤثر على الشخص المصاب وعلى حياته. الحديث أكثر عن هذا المرض نرحب بالدكتور أسامة سلامة، طبيب طوارئ في مستشفى القاسمين. صبحك بالخير وحياك الله معنا. صباح الخير عمر، هلا. صباح الخير عائشة. صباح الخير عليكم وعلى السادة المستمعين إن شاء الله. الله يحييك دكتور أسامة. دائما هناك من يعاني من فقر دم، لكن لو نبسط الموضوع ونعرف مشاهدينا الكرام على ما هو فقر الدم المنجلي. اولا فقر الدم المنجلي واحد من يعني انواع فقر الدم. قديما كنا نسميه فقر الدم المنجلي، حاليا التسميه المفضله له هو مرض المنجلي، المرض المنجلي، او بالانجلش بنسميه سيكل سيل ديزيز، بطلنا نسميه سيكل سيل انيميا، صار مرض المنجلي. ليش؟ لانه الأنيميا واحدة من الأعراض تاعته، واحدة من اللي هو فقر الدم، واحدة من المضاعفات تاعته والأعراض تاعته، إلا أنه يؤثر على الجسم كامل. هو واحد من الأمراض اللي نتيجة فقر الدم ونتيجة المشكلة اللي بتصير في الدم، والدم طبعا أنتم عارفين منتشر في الجسم كله ويغذي الجسم كامل، فبالتالي يؤثر على كل أعضاء الجسم، فبالتالي ممكن يسبب آلام في المفاصل، آلام في الظهر، ممكن أنه بعيد الشر عن الجميع يوصل لحد جلطات في الدماغ، او يعني سكته دماغيه، سكته رئويه، فبالتالي ممكن ياثر على الجسم كامل. عشان هيك صار يفضل انه يسمى اللي هو المرض المنجلي اكثر مما نسميه الانيميا المنجليه. طيب. رغم انه هذا الاسم يعني القديم. السبب لحدوث فقر الدم المنجلي ممكن، هل هناك اسباب ممكن احنا نتفاداها؟ لا للاسف ما يعني هو طبعا ممكن نتفاداها، بس هو ما يعني هو مرض وراثي في الخلايا، مرض وراثي ناتج عن انتقال جين، خلل جيني على الخلايا اللي تشكل الهيموجلوبين تاع الدم تاع الاطفال. فبالتالي هذا المرض من الأمراض المنتشرة في أفريقيا والدول العربية والدول الخليج بالتحديد، يعني في مناطق في السعودية، المملكة العربية السعودية بوصل نسبة الحاملين للمرض نسبة 25%. في الإمارات آخر إحصائيات يعني موجودة بتشير أنه نسبة الحاملين للمرض 2.4 من السكان حاملين للمرض، هذا مش معناه مصابين. فمعلش شوي بدنا نشرح كيف الموضوع عشان نحكي عن الوقاية تاعته. المرض ممكن يكون في ناس حاملين للصفة، حاملين للصفة، أو ممكن نحكي إنهم حامل غير مصاب، أو ممكن زي ما بنسميها بالإنجليش تريات، يعني إنه هو حامل لصفة المرض غير مصاب، يعني ممكن ينقل المرض للي بعده بس غير مصاب. كيف ممكن ينتقل المرض؟ إذا تزوج واحد حامل لصفة المرض مع واحدة حاملة لصفة المرض، هذيك الساعة إنه 25% من أطفالهم كل حالة حمل ممكن في نسبة 25% إنه هذا الطفل يجي مصاب بالمرض. أما إذا تجوز واحد مصاب بالمرض مع واحدة حاملة بالمرض، فبديك الساعة بيكون عندنا نسبة 50% أنه الطفل يكون مصاب بالمرض. إذا تزوج مصاب بمصابة فبيكون هذيك الساعة نسبة الإصابة 100%. الفكرة أنه المصاب الحامل للمرض غير مصاب، بيعيش حياته طبيعي، ما بيصيرش معاه أي مضاعفات، بيكون بني آدم طبيعي 100%، ما عندوش أي مشاكل. عشان هيك إحنا دائماً بنوصي بالفحوصات ما قبل الزواج، الفحوصات صحيح. موجودة، ويجب إنه إحنا نوجه رسالة إنه
لو حد بيشوف الأطفال اللي بيعانوا من الآلام اللي بتصير مع الأنيميا المنجلية مع المرض المنجلي اللي بتصير بالأطفال والأهل كيف بيكونوا بيعانوا هم بيشوفوا أطفالهم مرضى بهذا المرض، فبالتالي بنصيب العاطفة. يعني لو الدكاترة نصحوا ما قبل الزواج إنه هان أنت في عندك احتمالية إنه يعني نتيجة هذا الزواج يكون في أمراض دم عند الأطفال، فنصيب العاطفة على جنب لأنه بعد شوي راح نندم على هذا الإشي. يعني كذلك يعني مثل هذه السلوكيات بالحقيقة يعني إن أتى مثلا إذا كان هناك بالنسبة للفحص الطبي وكان ظهرت النتيجة بأن جميعهم بنتيجة إيجابية، الأب يحمل حامل لهذا المرض، الأم كذلك حاملة لهذا المرض، هنا أعتقد تأتي موضوع الثقافة الذاتية أو حتى ثقافة المجتمع. يجب أن يكون أهالي هؤلاء الزوجين أن يكونون أكثر وعيا من الزوجين، ربما تربطهم فقط العاطفة. نعم نقطة مهمة جدا عايشة. يعني احنا الرسالة انه هذه الفحوصات هلا احنا ما بيمنعوا الزواج في بعض الدول العربية، نعم مثلا لا تمنع. بتمنع الزواج اذا كانوا مثلا حاملين للصفة. هلا احنا ما بيمنع الزواج بس انت متروك لرغبتكم، فبالتالي احنا الرسالة بنوجهها انه بناء يعني ان نحاول قدر الامكان في فترة مبكرة نتفادى وجود هذا المرض لانه ما له علاج، هو مرض وراثي ما له علاج. فبالتالي بعدين لما يصفي انه عندنا طفل بعيد الشر يعني عنده الانيميا المنجليه والطفل بيضل يتردد على المستشفى من الام شديده جدا ومشاكل، فبالتالي ان شاء الله بنحاول نبعد عن هذا الشيء بفحص بسيط جدا ما قبل الزواج. نعم. طيب دكتور، بما انك ذكرت الام نتيجه هذا المرض، نتكلم عن اعراض الاصابه بفقر الدم المنجلي. هلا بالبداية عمر احنا عشان نعرف شو الأعراض ونكون فاهمين شو اللي بيصير، الفكرة انه ليش بسموه الأنيميا المنجلية؟ بنسميها الأنيميا المنجلية لأنه بالعادة كريات الدم الحمراء عنا عبارة عن صفائح شكلها زي صفيحة مقعرة قليلا يعني دائرية، وهذه الصفيحة بتقدر تتشكل وتتغير شكلها بناء على الأوعية الدموية الصغيرة، فبالتالي تنتقل في الأوعية الدموية. في الأنيميا المنجلية بيكون شكلها قريب من الهلال أو المنجل اللي بيعرفوا المنجل تاع اللي بنحصد فيه، فبيكون شكلها زي المنجل، فبالتالي ما بتقدر تغير شكلها وبتوصل للأوعية الدموية الصغيرة وبتوقف، فبالتالي بيصير فيها توقيف عن الدم اللي رايح للأوعية الدموية. عشان هيك ببساطة بيكون شكل المضاعفات تاعتها كأنك تخيلت ببساطة أنك أنت سكرت أصبعك وما خليت الدم يوصل للطرف، كم الألم بيصير؟ بيصير ألم شديد جدا جدا اللي هو أشد ألام اللي هي ألام اللي إحنا بنسميها ألام الإسكيميا أو الألام إنه نقص الدم عن الوصول. فبالتالي الأطراف الأعضاء العظام المفاصل هي أكثر جزء ممكن يصير في هذا الإشي، إنه نتيجة انه هلا الدم بشكل عام بيكون عندهم شكله طبيعي لحد ما يتعرضوا لضغط، ضغط معين نتيجه نقص الاكسجين، نتيجه رياضه مثلا ولعب رياضه، فبالتالي صار عندهم نقص اكسجين فبتحول الدم لدم منجلي، وهذيك الساعه بصير عندهم الام شديده، او نتيجه انه صار عندهم التهابات او ارتفاع في درجه الحراره، فبالتالي بصير عندهم ألم تضيق يعني بتحول الشكل الهيموغلوبين للشكل المنجلي، وبعدها بصير في عدم انتقال للدم بالشكل المناسب للأطراف والخلايا، فبالتالي بسبب آلام شديدة جدا، وهي احنا بنسميها كرايسيس. يعني بتكون مرة واحدة بتبلش بآلام شديدة جدا جدا، بيكونوا جايين في آلام من أشد الآلام الممكن موجودها، وبيجيوا على الطوارئ بحالة بصراحة حالة مزرية، يعني بيكونوا معانين من ألم كثير. نعم. إذا دكتور أسامة أكيد تعرضت أنت لنا الأعراض، لكن يعني سبحان الله صار لهذا المريض بأن أصيب بهذا المرض، لكن كيف نخفف من هذه الأعراض؟ حلو كتير الكلام هذا ممتاز. إحنا الحمد لله رب العالمين حاليا في عنا شوية علاجات، يعني بالعادة إذا بتيجي نوبة اللي هي السيكل سيل أو الأنيميا المنجلية 10-12 مرة بالسنة، في عنا دواء مثلا الهيدروكسيوريا ممكن يخفف على المدى الطويل. يعني مثلا لو بلشنا الهيدروكسيوريا اليوم بعد شهرين ثلاثة بيكون يخفف عدد النوبات اللي بتيجي، اما ما بلغي النوبات تماما. نعم. بس بخففها، مثلا بدل ما تيجي 10-12 مره في السنه بتيجي مره مرتين ماكسيمم في السنه. بس لما تيجي النوبه اهم شيء يعني العلاج بالمسكنات الالم والإماءة اللي هو نعطي مغذي، نعطي سوائل في الجسم، نعطي كميه سوائل كبيره وبنعطي مغذي كتير للجسم على اساس انه نحرك الدوره الدمويه بشكل اسرع. نعم. ونخلي الجسم يتحرك بشكل اسرع. نعم. طبعاً
هان انه شو اللي بيخلي النوبه تيجي؟ اللي بيخلي النوبه تيجي نقص الاكسجين فبالتالي او الالتهابات، فبالتالي مريض الانيميا المنجريه او اي حدا عنده اي نوع من الالتهابات بترفع درجه حراره الجسم، بتخلي الجسم اندر اللي هو تحت الضغط، تحت اندر ستريس يعني زي ما احنا بنحكي، فبالتالي بيكون انه الجسم محتاج كميه دم اكثر، حركه الدم اكثر، فبالتالي هذا بيخلي الجسم يسوي الكرايسيس اللي هي النوبه القويه جدا. فعشان هيك اي مريض انيميا منجريه دائما بننصحهم انه الرياضه بشكل خفيف، ما يصيرش تعب وإرهاق، السفر بالطيارة ممكن يتعبهم، الصعود على الجبال والأماكن العالية بالتالي نقص الأكسجين ممكن يخليهم يتعبوا، لو صابهم حرارة لو خصوصا عند الأطفال اللي عندهم طفل عنده أنيميا ما بنستنى عليه، لأنه يعني إذا صابت الحرارة ممكن تؤدي بعدين لنوبة، فبالتالي لازم نراجع الطبيب مباشرة يعني بدون ما ننتظر عليهم. جميل. طيب دكتور، مثل ما ذكرت هي أي شخص لا يمكن أن يصاب إلا عن طريق الوراثة. عن طريق الوراثة، ما في أي شيء آخر ممكن يخلي هذا الشخص يكتسب أو يمرض بهذا المرض؟ هذا مرض جيني بينتقل ما بين الرجال والنساء بنفس النسبة بنفس العدد، ما إله ما غير معدي غير منتقل يعني إذا كانت، وبرضو عشان يكون رسالة واضحة، إذا كانت البنت حاملة للصفة والزوج مش حامل للصفة ما في مشكلة من زواجهم وممكن طبيعي جدا، والأطفال بيطلعوا سليمين، بيطلع نسبة 25% ل 50% من الأطفال حاملين للصفة، وبالتالي هذا مش إشي بيخوف. لو النقطة اللي احنا بنحكي عنها أهم إشي إنه ما يكونش حامل للصفة يتزوج حاملة للصفة، لأنه هذيك الساعة بصير عندنا احتمال إنه يصير عندنا أطفال مصابين بالمرض. نعم، هو يتشابه في نفس توزيع الثلاسيميا يعني. هو تبيكال نفس الثلاسيميا. نفس الثلاسيميا، نفس التوزيع. هو بس يعني في منطقة الإمارات الثلاسيميا في الإمارات تقريبا انتشارها نفس السيكل سيل بنفس الدرجة. في دول مثلا حوض البحر المتوسط من الدول العربية بلاد الشام والمغرب الثلاسيميا منتشرة أكثر، بينما في دول الخليج ودول الساحل الهندي منتشرة السيكل سيل أكثر من الثلاسيميا، بس هم نفس التوزيع لأنهم هم التنين نفس طريقة التوزيع حسب قانون الوراثة يعني. نعم. إذن دكتور أسامة، أعتقد من خلال هناك المريض يجب أن يتردد على المستشفى بشكل دوري، ربما يكون أسبوعي؟ لا والله، هو شوفي إحنا دائما بنحكي إن شاء الله ما بيحتاجش إنه يصير عنده كرايسيس يعني اللي هي النوبة، بس النوبات بالعادة حسب الحالة وحسب شدة الحالة بين شخص وشخص يعني، في مرات بتختلف من مريض لمريض يعني، في مرضى الله يعينهم بيكون النوبة بتتكرر عندهم بانتظام وبكونوا بيحتاجوا نقل دم. نعم. وفي مرضى بيكونوا رغم إنه مريض بالسكل يعني بالأنيميا المنجرية إلا إنه بيكون النوبة بتجي مثلا مرة كل سنة، مرة كل شهرين ثلاثة، فبالتالي بتختلف. إذن في بعض المرضى أو المصابين لا يحتاجون إلى نقل دم، والبعض يحتاج إلى نقل حسب دم على حسب الحالة. إذن من يحتاج لنقل دم؟ هنا أعتقد في أثناء نقل الدم هناك توجد ترسبات. نعم، بالنسبة للترسبات ماذا الوضع من ناحية علاجية؟ هلا هو شوف هان الفكرة إنه كلام جميل جدا بصراحة، هو في مرضى الثلاسيميا ومرضى السيكل سيل. نعم. إحنا دائما بننصحهم إنه دائما الناس عندها فكرة إنه عندي أنيميا عندي فقر دم معناته لازم أخذ حديد. نعم. أو الناس بيقعدوا ينصحوا إنه أنت عندك فقر دم معناته لازم تأخذ حديد. نعم. بينما مرضى السيكل سيل ومرضى الثلاسيميا ما بدنا نطلب منهم يأخذوا الحديد، لأنه الحديد في هيك حالة ممكن يسوي ويعمل ترسبات للحديد في الجسم. نعم. واللي راح يترسب في كبد تحديدا وفي اعضاء جسم والطحال ويؤدي الى مشاكل لاحقه يعني ما بدنا نفوت. نعم. فيها يعني كثير، بس فانه ممكن انه يؤدي الى مشاكل، فبالتالي دائما احنا ما بنحكي انيميا معناته لازم ناخذ حديد، لازم نراجع الطبيب وبناء عليه هو يقرر، لانه واحد من الانيميا هو مضبوط الاكثر شيوعا نقص الحديد، بس الا انه في انواع ثانيه من الانيميا غير نقص الحديد يعني. نعم. طيب اخيرا دكتور، يعني نحن تكلمنا عن ممكن الاعراض وايضا مضاعفات اللي تكون موجودة مع المصاب بهذا المرض، ولكن بالنسبة للحاملين لهذا المرض هل هناك بعض الأعراض أو المضاعفات اللي ممكن يعانوا منها؟ مرة تانية بنحب نطمن الناس الحاملين للمرض، حاملين لصفة المرض بشكل عام بالصورة العامة هم لا يتعرضوا لأي مشاكل، بيعيشوا حياتهم طبيعية، ما في عندهم أي مضاعفات، ما في عندهم أي آثار على جسمهم. هذا جين كامن موجود في الجسم ما بيأثر عليهم إطلاقاً،
إلا في حال أن تزوج الحامل ممتاز. مع واحدة حاملة للصفة أو حاملة للصفة جميل. مع أحد نعم. حامل للصفة. دكتور سؤال أخير عمر بقطعك يعني كيف. سؤال طبعا. أخير ودي أعرف المؤشر أو المقياس بالنسبة لي الحامل فحامل فقر الدم المنجري يعني إذا كان 14 كنسبة يكون جيد جدا الدم الهيموغلوبين نعم. طبعا الهيموغلوبين ممتاز. أيوة. إذا كان مثلا أقل عن 9 راح يكون يعني منخفض احتمال نعم. هن في إحنا عندنا تحاليل تانية بتقيم نعم. أنه حامل للصفة غير الهيموغلوبين لوحده يعني لأنه بننظر لعدة يعني ماركرز في نعم. في فحص الدم الكلي بس بشكل عام دائما إذا كان نسبة الدم 14 أو 12 وطلع وأنت طالع يعني أيوة. بيكون بالعادة مش ما في عندنا احتمالية وجود نعم. لكن إذا كان أقل عن إذا كان أقل في شغلات تانية بننظر عليها يعني أيوة. إحنا بنرجع نحكي الأكثر شيوعا وأكثر سبب موجود اللي هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد فبالتالي هذا الأكثر شيوعا وهذا الأكثر الموجود نعم. أوكي بالغالب العائلات بتكون عارفة لأنه ما بيجي في واحد لحاله يعني الأطفال اللي بيكون عندهم نقص الأنيميا المنجلية بيكون في العائلة موجود في حد عنده هذا المرض لأنه هذا مرض وراثي وبينتشر بالعائلة صحيح. فبيكون بالعائلة هم عارفين إنه والله في عندنا حد عنده ثلاسيميا أو نقص أو الأنيميا المنجلية فبالتالي لو عشان هيك دائما التاريخ المرضي تاع العائلة مهم جدا للطبيب صحيح. فبالتالي ممكن إنه ننظر له تحديدا بشكل خاص إنه احنا ما حكيناش عن هذا الموضوع انه بداية التشخيص بتكون معنا عمر تقريبا 6 شهور قبل الست أيوة. شهور مستحيل يجي تشخيص له ومستحيل انه الطفل يجي في نوبة لانه الدم اللي عند الطفل جاي من عند الام فبالتالي لسه ما في تكوين للأنيميا المنجلية بس بعد 6 شهور لو اجانا طفل 6 شهور بيبكي كتير بضل يتكرر بآلام شديدة وبيبكي الطفل ما بيعرف يكذب ما بيعرف يعبر عن نفسه ما بيعرف يحكي فبالتالي هو بيعبر عن نفسه فقط في البكاء فبالتالي لو كان عندنا طفل بضل يبكي كتير وتردد البكاء اذا في بالعيلة واحد من العائلة عندهم صفة الأنيميا المنجلية ممكن ان ناخذ بالعين الاعتبار انه لازم تحليل الدم صحيح. لاستثناء الأنيميا المنجلية لانه صحيح. ممكن هي تكون السبب نعم. أمانة طبعا حديث ممتع هي إضافة لمعلوماتنا الصحية وايضا الطبية دكتور أسامة سلامة طبيب طوارئ في مستشفى القاسم شاكرين لك وجودك اليوم معنا في صباح الشرقية شكرا عمر شكرا عائشة شكرا لك إذن مشاهدينا الكرام مستمرين في حديثنا الطبي وننتقل معكم الآن لفقرة النصيحة الطبية ونتعرف من خلالها على موضوع مختلف مع الدكتورة أطياف إسماعيل خلونا نتابع بسم الله الرحمن الرحيم يسعد صباحكم أعزائي المشاهدين الموضوع هو حول الحمل وكيفية الرعاية أخذ المشورة قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة كيفية العناية بالأم الحامل طبعاً قبل الحمل المفروض يعني تراجع هي المرأة تراجع حتى تعرف نفسها أنه ما عندها أي مرض يعيق الحمل أو يسبب خطورة على الحمل لأن يعني إذا عندها أمراض إذا هي تأخذ أدوية لازم تبلغ عنها وتأخذ الفوليك أسيد في الشهر قبل الحمل حتى يمنع التشوهات والفوليك أسيد حسب الأمراض اللي هو ننطي الكمية الفوليك أسيد حسب هي إذا عندها أمراض هي إذا عندها وزن زايد ننطي على هذا الأساس ننطي كمية الدوز مثل ما يقولون مالت الفوليك أسيد حتى يمنع الأمراض وتشوهات الطفل بعدين هي لازم تسجل آخر دورة حتى نعرف الحمل وإذا كانت منتظمة أو لا وإذا كانت تأخذ حب مانع أو لا حتى نعرف الدورة منتظمة أو لا حتى نقدر هو إمتى راح يكون الولادة وراح ننطيها النصائح والإرشادات قبل الحمل واللي هي أنه أثناء الحمل أيضا أثناء الحمل الزيارة الأولى كلش مهمة راح نعطيها النصائح العامة اللي هي أنه تبتعد عن المشروبات الغازية عن الكافيين عن أكل الفاست فود يعني هذه الأشياء اللي بيها مواد حافظة أو المعلبات هم مو زينة بالنسبة للطفل أي شيء هو معلب بمواد حافظة مو زين بعدين الكبدة هم مو زينة أكل الكبدة إذا جت نفسها على الكبدة بس تأكل لها يعني فد
قطعة صغيرة بالكثير، قطعة أو قطعتين، بس ما تأكل كثير لأن بها فيتامين أي اللي يأثر على الطفل. بعدين الأدوية أيضاً ما تأخذ أدوية بكيفها إلا باستشارة الطبيب. هذا كبداية، وتجي تسجل وتشوف، نشوفها بالعشر أسابيع طبعاً نشوف الطفل ونشوف حركته وإذا كان عندها أمراض أو لا حتى نتلافى هاي الأشياء. بعدين تسوى التحاليل اللازمة كبداية، تحاليل عامة بالنسبة للأمراض المعدية، نسوي لها كل الأمراض المعدية، داء الكبد الفيروسي البي والسي والإيدز والأمراض الزهرية، ونشوف الدم تحليله. تحليل الدم نشوف هي عندها فقر دم أو لا، تحليل البول إذا عندها أي مرض بالكلى أو عندها مرض بالبول يعني اللي هو يحتاج علاج، إذا عندها التهابات نعالجها كبداية ويا بداية الحمل حتى نكون على علم ودراية أنه هي هاي المريضة ذات خطورة خاصة أو هي ما بها أي مرض حتى نقدر نعالجها. إذا ذات خطورة وتحتاج يعني تحتاج رعاية خاصة، جائز في مراكز خاصة لهذه الرعاية، أكون مراكز خاصة في الرعاية لرعاية ذات الخطورة. بال 12 أسبوع هشكل 13 نشوف الجنين بالسونار، نشوفه بصورة عامة إذا بي تشوهات أو لا، بالسونار هذا يبين إذا أكو تشوهات عامة تبين، ونسوي تحليل المنقول حتى إذا أكو لا سامح الله هذا المنقول هو اللي الطفل اللي عيونه لي فوق وهاي الخشم أفنص، فهذا يعني يبين إذا الطفل هو بيشي أو لا حتى تعرف المرأة وتروح تراجع إذا هي تريد نشرح لها شو تريد تسوي إذا هو طلع الطفل تكون على دراية بهذا الشيء. بعدين مراجعات عامة كل شهر، ونسوي تحليل بول ليكون عندها زلال ليكون عندها أي مرض التهابات، وبالعشرين أسبوع نسوي سونار خاص اللي هو للأجزاء الدقيقة، هذا مهم أيضا حتى تعرف إذا أكو الطفل بمرض بالقلب، إذا مرض بالكلى، إذا بالدماغ أكو شيء. فهذا هو السكيجو. بعدين بال 28 أسبوع من 26 إلى 28 نقدر نسوي السكر، تحليل السكر ننطيها مادة ونشوف السكر مالتها شلون، السكر لا يكون عندها سكر الحمل اللي أثر على الطفل، أيضا قياس الضغط كل مرة وتحليل البول وتحليل الدم حتى نعرف إذا أكو فقر دم نعالجه قبل النهاية. وبعدين كل شهر تجي بالنهاية، تجي كل أسبوع الشهر الأخير، وحتى ننطيها النصائح وبعدين تروح للمستشفى للولادة وحسب الحاجة. أتمنى أنتم أخذتم فكرة طيبة عن موضوع الحمل والولادة والتحاليل واستفاديتوا منها إن شاء الله، وأعوفكم بخير إن شاء الله وولادة خفيفة إن شاء الله. من بعد هذه النصائح الجميلة للأم الحامل من الدكتورة حول العناية بالأم الحامل وكيفية كذلك يعني أنها تكون تحافظ على صحتها وكذلك فعلا على صحة الجنين في فترة الحمل. صحيح، فإذا المعلومات هي هامة لكل امرأة حامل وأيضا حتى إذا كانت مقبلة على الحمل بأنها تأخذ بهذه النصائح من الدكتورة أطياف. لذلك مشاهدينا نحن مستمرين معكم بجولتنا لهذا الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل. تحت شعار كن واحدا من أبطال الصحراء ينطلق للعام الثاني على التوالي مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي والذي تنظمه قناة الشارقة الرياضية. فعاليات كثيرة موجودة على أجندة هذا الحدث الذي سيقام على رمال الصحراء بمنطقة البداير التابعة لإمارة الشارقة. نتعرف على مهرجان، بس نتعرف أكثر على هذا المهرجان من خلال هذا الفيديو الخاص فيه، وبنرجع ونتحاور مع ضيف حلقة لهذا اليوم. أبطال قدموا
يرقبون السكون الذي يسبق العاصفة. يتهيئون بصمت ليملأوا الأجواء صخبان، يشق عباب الصحراء ناثرين رمالها على جبين الشمس التي تشع أملاً بأن تشاركون التشويق في مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي. كن واحداً من أبطال الصحراء. مع هذا الفيديو الحماسي تفاصيل المهرجان نتعرف عليها أكثر من الأستاذ عامر الغيثي مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في قناة الشارقة الرياضية. صباح الخير أستاذ عامر. صباح النور يا هلا. يا مرحبا بك. نور الشرقية اليوم. بوجودكم. تواجدك أكيد اليوم شرفنا، وأيضا نتعرف أكثر عن هذا المهرجان الجميل بالتأكيد لكل عشاق الرياضات الصحراوية على موعد إن شاء الله يوم الجمعة بانطلاق هذا المهرجان وهذه الرياضة أيضا الجميلة. بشو توعدون عشاق الرياضات الصحراوية؟ نوعدهم إن شاء الله يعني فعاليات وترفيهية، يعني فعاليات مسابقات تشوق الناس وفعاليات ترفيهية اللي هي حق الأطفال حق العائلات هناك، يعني كل الفئات راح تلاقي اهتمام إن شاء الله. تعرف أنت الأجواء الشتوية هذه دائما الناس تحب تصير البر، فنحن سوينا لهم هذا المهرجان شوي ينشطهم. جميل جميل جميل. إن شاء الله يوم الجمعة راح يكون الافتتاح والانطلاقة لهذا المهرجان. هذه السنة الثانية على التوالي. نعم، العام الماضي كان كذلك يعني المهرجان لاقى رواج وكذلك لاقى إقبال من الأهالي في هذه المنطقة، لكن هذا العام ما الجديد في هذا المهرجان؟ الجديد يعني السباقات بتكون للمواطنين والوافدين واللي يحب يعني محترفين أو هو أي حد يبغي يشارك يشارك. جميل. المهرجان هو يعني مثل ما تقولين ملتقى عائلي. يا سلام. في المنطقة هناك يعني فهو يعني راح يكون شامل وأيضا جامع ما بين كل الفئات من مختلف الأعمار والجنسيات والهواة والمحترفين، راح يحصلون اللي يتناسب معهم في هذا المهرجان. طبعا الانطلاقة دائما تكون مختلفة شوي، فيها صعوبات فيها شوي تحدي أيضا لإقامة هذا الحدث الجميل وأيضا إعطاء كل الموجودين حقهم بكل البرامج الموجودة. شو إن شاء الله البرامج اللي تم تحديدها خلال هذه الأيام من المهرجان؟ نحن عندنا ثلاث فئات من السباق. فئة واحدة تكون من نوعين من السباقات اللي هو موتوكروس، اللي هو موتوكروس 1 موتوكروس 2، والنوع الثاني الاي تي في واليو تي في. جميل. هذه السباقات اللي بتكون موجودة في المهرجان وكلها راح تنطلق من أول يوم. كلها من أول يوم تكون البداية من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 5 المساء. جميل. بتكون فترة توقف خلال صلاة الجمعة إن شاء الله. نعم أستاذ عامر، بالنسبة لمن يريد أن يشارك في هذا المهرجان ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا المشارك؟ اللي بيشارك في هذا المهرجان أو في السباقات لازم يكون عمره مو بأقل من 18 سنة. نعم. يحمل رخصة قيادة. لازم. نعم. رخصة القيادة يعني لازم تكون ضرورية. ثاني شيء لازم يكون متجهز بلبس السباقات. نعم. في الواقي في هذا لسلامتهم هم كمتسابقين يعني. جميل. لحفظ سلامتهم. ممتاز. لذلك هذا أيضا من الشروط اللي ممكن الفريق والقائمين على هذا المهرجان يحرصون على وجودها بكل من يشارك في هذه السباقات. طيب أيضا خلينا نتكلم عن السلامة اللي وضعتموها في هذا المسار على طبعا السباق الصحراوي، كيف اتخذتم الإجراءات السلامة؟ نحن في إجراءات السلامة في المضمار اللي بيكون موجود، في عندنا دوريات الشرطة موجودة تنظم المحيط المضمار مسار السباق. مسار السباق عندنا تعاون مع وزارة الصحة المتمثل في منطقة الشارقة الطبية بحضور طبيب وأجهزة طبية. جميل. الدفاع المدني بيكون متواجد، الشرطة متواجدين بعد، المرور والحراسات يعني، والمضمار أصلا مسواي بطريقة
تأمن السلام المتسابقين إن شاء الله. المضمار راح يختلف ما بين المحترف والهاوي ولا كوكا؟ لا راح يكون على نفس المضمار. كله نفس الشيء. نعم. ما شاء الله هذا المهرجان راح يكون في منطقة البداير، يعني بالبداير معروفة بأنها يعني دائما تستهوي أهالي الشارقة والمناطق المجاورة للشارقة بأن تكون في فترة الشتاء يعني المخيمات، لكن اختياركم أنتم بأن يكون هذا المهرجان في هذه المنطقة بالتحديد. أنت تعرفين المنطقة يعني رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم المناطق الطبيعية والترويج السياحي للمناطق هذه، وخاصة المناطق هذه مثل ما تقولين ما حد يعرفها في الها، فنحن وجهنا الأنظار له من خلال إقامة هذا المهرجان. ودائما يعني فترة الشتاء يعني الشباب يسيرون هناك، بس حتى الحين المهرجان هذا بيجذب الناس الأجانب المتسابقين كذا يحضرون هذه المناطق، يشوفون المناطق الطبيعية وروعة المناطق الطبيعية عندنا في الإمارة. ممتاز. طيب أيضا هناك جوائز أعدت للفائزين بالمراكز الأولى، نتكلم أيضا عن جوائز من المكافآت. الجوائز بتكون على كل فئة 3 جوائز، الجائزة الأولى 10,000، الثانية 5,000، والثالثة 3,000 على كل فئة. ممتاز. يعني الموتوكروس 1 موتوكروس 2 والاي تي في واليو تي في. جميل. طيب مسار الرحلة كم يستغرق تقريبا في السباق؟ في السباق كل سباق يختلف عن سباق على حسب الجولة يعني. جميل. في سباق طيب. ممكن 5 دقائق، في شيء دقيقتين على حسب السباق يعني. ممتاز. نعم. مدة أيام المهرجان تقريبا راح تكون يوم واحد. يوم واحد فقط. يعني يوم واحد لما يلحق يوم الجمعة راحت عليه. لأن تعرفين أنت يوم الجمعة يوم راحة. يوم الخميس إذا بتسوينه الناس جايين من الدوام تعبانين وكذا. يوم السبت نفس الشيء، الناس بتطلع تحضر نفسها للمدارس للدوامات كذا، فصعب بس يعني يوم واحد. هي يوم لكن واحد. أساسنا في هذا الوقت بالفعل ننوه لمشاهدينا الكرام بأن يوم واحد ويوم الخميس ما لحقتوا فراح عليكم يوم الجمعة. يوم الجمعة عفوا يوم الجمعة. فإن ما لحقتوا عليه راح عليكم تريوا العام الجاي. أكيد إن شاء الله. أكيد. أما الآن طبعاً عاشا وأيضاً أستاذ عمر راح ناخذ طبعاً بعض التفاصيل من عروض هذا المهرجان. نعم. ونشوف أيضاً بعض المقتطفات، خلونا نتابع معكم. أستاذ عامر يعني من المنطقة اللي راح يقام فيها المهرجان، منطقة البداير. جميل ممتاز. يعني أيضاً هناك لوحات إعلانية عن هذا المهرجان على مدى على مدى الشارع. اللي بيوصل عند المنطقة بيشوف الإعلانات والأعلام. ممتاز. وهذا توضح المكان. ممتاز. طيب الوصول لموقع المهرجان أستاذ عمر هل يحتاج إلى سيارة دفع رباعي أو ممكن هناك طريق؟ لا لازم دفع رباعي. لازم دفع رباعي. دائما الشباب هناك يعني والعوائل يجون يستمتعون عند المنطقة هذه بالذات، يعني تصعيد السيارات وكذا الشباب. جميل. دائما يكونوا موجودين. لكن استاذ عامر اللي ما عنده سياره دفع رباعي يقدر يصف على طرف الطريق وفي سياره مخصصه تحمله الى مكان المهرجان؟ بنحاول يعني نوفر، بس ما اوعدهم لان تعرفين هناك المنطقه يعني محتاجه سياره دفع رباعي. دائما اللي يجون هناك عندهم سياره. صحيح. دفع رباعي. يعني فعلا يعني عاش بسيارته مال جمل انك تحضرين هذا. لا ما عاد اذا عاش بتي ما نوصل. ممتاز. يعني ايضا الحماس لو نلاحظه في كل المشاركين من طبعا هذا المهرجان من مختلف دولة الامارات، كيف شفتوا الاقبال على هذا المهرجان من قبل الهواة والمحترفين؟ ايضا ما شاء الله الاقبال ممتاز. يعني دائما المهرجان يعني مثل ما تقول فسحة لم في هذه، لان مثل هذه الرياضات ما عندهم مسابقات او مثل هذه المسابقات تكون. صحيح. موجوده فعلا. فنحن ارتئينا في المؤسسه نسوي مثل هذه المسابقه لجذب الشباب الهواة والمحترفين في مكان يعني امن يستعرضون فيه مهاراتهم. نعم. استاذ عمر تم تحديد نقاط تجمع معينه ووضعها في خطه السير؟ المنطقة. نعم. يعني بداية المدخل للمنطقة. مكان هناك على أساس هناك نقطة تجمع. أيوة. ويدخلون نقطة الانطلاق هي نفسها نقطة النهاية، هي راح تكون عبارة عن دائرة. دائرة. يعني المسار حلبة مثل ما تقول حلبات سباق السيارات أو هذا، حلبة محددة في مسارات فيها مثل ما تقول حواجز رملية. جميل. يستعرضون فيها هم المتسابقين. ممتاز. يعني نعم. في صعوبات تم تحضيرها في المسار؟
ولا هو المسار تم وضعه بأسهل ما يمكن؟ لا لا لازم تكون شوية أساس تبرز أنت احترافية السائق وإبراز يعني مثل ما تقول الفنيات اللي عنده من خلال هذه الصعوبات أو هذا المسار. نعم. طيب أكيد مثل هذا المهرجان الرياضي والصحراوي يحرك وينشط السياحة الداخلية بالشارقة، يعني مثل هذه الأمور مثل هذه المهرجانات هل هناك تعاون مع الجهات المختصة بالسياحة في الإمارة؟ طبعا دائما هيئة السياحة تدعم مثل هذه المهرجانات وهم معنا إن شاء الله بيكونون. نعم. أكيد. طبعا اللي ما يحالف الحظ سال عمر ويحضر هذا المهرجان هو راح يبث مباشرة على قناة الشارقة إن شاء الله بيكون البث الفترة المسائية من الساعة 1:30 بيكون. جميل. في استوديو ومن بداية السباقات بتكون منقولة على الهواء مباشرة خاصة. جميل. في النهائيات يعني والتتويج. ممتاز. حتى بتكريم الفائزين راح يكون هناك أيضا مبث على إن شاء الله شاشة تلفزيون الشارقة الرياضية. لذلك أيضا ممكن نستمتع بهذه المشاهدة وأيضا هذا التنافس الجميل. يعني بالفعل هذا المهرجان يمكن يلاقي استحسان الشباب بشكل جدا كبير ويحضرون لهذا المكان بالأخص حتى يوم الجمعة هو تجمع فعلا للشباب للأسر لكل من يريد أن يستمتع بهذه الأجواء الجميلة والرملية. طبعا هناك بعد في عندنا في توجد اماكن مخصصه للعائلات وفي منطقه العاب للاطفال مخصصه يعني اللي بي هناك يستمتع وفي طبعا في مطاعم موجوده. مطاعم اهم شيء اكيد. مطاعم وكافيهات موجوده هناك اللي بي يعني بيستمتع في يوم عائلي يعني اذا متنفس عائلي بيكون في هذا اليوم من ناحيه التوافر الاغذيه وكذلك. صحيح. توافر المنظر الجميل والمنافسه والتحدي طبعا يعني مثل ما تقول موفرين جميع سبل الراحة. نعم. للي بيكونوا موجودين هناك في المهرجان. نعم. ممتاز. ونحن بعد ندعو مشاهدينكم أنهم يحضرون المهرجان إن شاء الله بإذن الله. هذه دعوة بالتأكيد نحن نوجهها لكل مشاهدينا على قناة الشرقية من كلباء وأيضا برنامج صباح الشرقية بأنهم يتوجهون لهذا المهرجان يوم الجمعة من الساعة 9:00 مثل ما ذكرنا أستاذ عامر من الساعة 9:00 لغاية الساعة 5:00. نعم. جميل. طبعا الاستمتاع بهذه الأجواء راح تكون جدا جميلة وتفاصيل أيضا راح تعيشونها بمنافسة وتحدي من كل المشاركين. أخيرا الأستاذ بالتأكيد عامر الغيثي مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في قناة الشارقة الرياضية شاكرين لك حضورك اليوم معنا وقبولك لدعوتنا في صباح الشرقية. العفو وهذا يشرفنا. ما قصر. كل الشكر لك أستاذ عامر. أتمنى لكم التوفيق في هذا المهرجان الجميل والفريد من نوعه. مش ما قصر. إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن بعد هذا الفاصل نستكمل ما تبقى من برنامج صباح الشرقية. ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل لاستكمال الأوقات الأخيرة من عمر هذه الحلقة. مشاهدينا فعاليات الشارقة ومدنها تتنوع وتناسب جميع الفئات من المجتمع. في تقريرنا الحين بنتوجه لحديقة الشاطئ في مدينة كلباء ونتعرف على فعاليات اقرأ واقرأ. خلونا نتابع وعقب لنا نرجع. نظمت مدرسة عمير بن أبي وقاص معسكرات قرائية وكتابية وتطوعية في عام زايد الخير بعنوان اقرب واقرأ. شمل المعسكر ورشة تعليمية وترفيهية حضرها راشد سعيد الكندي مدير نطاق H5 وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لمدرسة عمير بن أبي وقاص على هذه الفعالية التي حقيقة نفخر فيها في وزارة التربية والتعليم وفي قطاع التميز قطاع H ونطاق H5 الفعاليات المجتمعية التي تخدم حقيقة قطاع كبير من المجتمع. واليوم ما أصبحت القراءة موجهة فقط إلى طلاب المدارس وإنما أصبحت هم مجتمعي بالكامل وهذا شعار دولة الإمارات العربية المتحدة في عام تحدي القراءة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في التوجه العام لجميع أمتنا أنها تكون أمة قارئة ومن باب أولى أن نكون في دولة الإمارات أيضا نطبق هذا الشعار فانتقلنا من ميدان المدرسة إلى الميدان الخارجي بصفة عامة. يهدف المعسكر إلى تطوير وتوعية وإخراج جيل قارئ
حيث شمل العديد من الورش كورشة قادتنا قدوتنا التي تضمنت العديد من كتب الشيخ زايد طيب الله ثراه ومقولات قاداتنا حفظهم الله لقراءة مقولاتهم وكتبهم. كانت الفكرة إن إحنا نقدم الشكر لقياداتنا، فكان أول محطة عندنا هي قادتنا قيادتنا قدوتنا، فبدينا بشيوخنا اللي ما قصروا وصراحة ويانا دائما وأبدا، اللي نحسهم إنهم ويانا ونبضنا، فهم القدوة الأساسية اللي لنا. فبداية من رحمة الله عليه بابا زايد وبابا خليفة والشيخ محمد بن راشد وشيخنا ومنارتنا والدكتور سلطان اللي ما قصر فينا، وطبعا أبو خالد، أبو خالد رمز الوفاء ورمز القوة اللي إحنا دائما نستمد منه قوتنا والإيجابية اللي كانت دائما وأبدا جميلة. ورشة قراءة القرآن ركزت على كيفية تلاوته بصورة صحيحة، وورشة اقرأ جرب وصمم شجعت الأطفال على الرسم وقراءة الكتب، بالإضافة إلى ورشة ترفيهية كشد الحبل وشطرنج، كما تم توزيع الهدايا على الأطفال الفائزين. إذن مشاهدينا مثل ما تابعنا معكم هذه البرامج الجميلة من مهرجان وفعاليات اقرب واقرأ، لذلك بالتأكيد نحن نعم. لاحظنا تنوع هذه البرامج وتنوع هذه الفعاليات على مدينة وشاطئ مدينة كلباء، نعم. فبالتالي نشكرهم على هذه الجهود المبذولة، وأيضا هناك معرض للصور الجميلة للمقبول للشيخ زايد رحمة الله عليه. نعم الله يرحمه. بالفعل مثل هذه الفعاليات جميلة جدا عندما تكون يعني مفتوحة للجميع وجميع فئات المجتمع تشارك في هذه الفعاليات وكذلك تكون مشاركة فيها. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام صباحنا، وجدد لقانا بكم إن شاء الله بالغد بمواضيع جديدة وفقرات أجمل إن شاء الله ومفيدة، نلقاكم إن شاء الله بالغد. إذا مشاهدينا وصلنا إلى الختام، مثل ما ذكرت زميلتي إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة فيها تألق بمواضيعنا وضيوفنا المميزين، وإلى ذاك الصباح تقبلوا تحياتي أنا أخوكم عمر أحمد وتحيات زميلتي عائشة الزعابي وجميع طاقم العمل، ودمتم بأمان الله.